السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهنئكم بقدوم شهر رمضان المبارك، وأسأل الله العلي القدير أن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه وقراءة القرآن. نصيحة محب: ابقوا في منازلكم واستمتعوا مع أكاديمية الجوهرة، كلنا مسؤول. أهنئكم بقدوم شهر رمضان الفضيل، ونسأل الله وإياكم أن يعيننا على صيامه وقيامه. اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا رب العالمين. ونصيحة محب: ابقوا في منازلكم لأجل سلامتكم، وكلنا مسؤول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هنيكم بقدوم شهر رمضان المبارك، وأسأل الله العلي القدير أن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه. نصيحة أبوكم محمد الغانم: ابقوا في منازلكم واستمتعوا مع أكاديمية الجوهرة، كلنا مسؤول. معكم عبد الله سعود لاعب أكاديمية الجوهرة، أهنئكم بقدوم شهر رمضان المبارك، وأسأل الله العلي العظيم أن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه. نصيحة مني من أخوكم عبد الله سعود: خليك ببيتك، كلنا مسؤول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم بندر خالد من أكاديمية الجوهرة. طبعا أهنئكم بقدوم شهر رمضان المبارك، كل عام أنتم بخير وصحة وسلامة إن شاء الله. نصيحة مني: التزموا بيوتكم، والله يجعلنا صوم وقوام. السلام عليكم، معكم ناصر، أهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، والله يجعلنا من صوام وقوامة، وكل عام وانتم بخير، ووقفوا بيوتكم واستمتعوا مع أكاديمية الجوهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير، والله ما بعد عننا هذا الوباء، وخلوكم في بيوتكم.